عليه النعمة لو ما فصلت المزيكا الغامي ده لابص لك حبال الغسيل دي. بتشغل حاجة تفاريح لحجازي متقال ولا يعني فاطمة عيد ولا أي حاجة من الناس دي؟ حجازي متقال إيه يا ابني؟ يعني يغني لك يا حلوة شايلة البلاص عشان يعجبك؟ على فكرة المطربة ياسمين اختارت ناجي لأحلى أغنية في ألبومها الجديد. بجد واو ده خبر تحفة ألف مبروك. ميرسي يا سياد. ياسمينة دي اللي هي أحسن من فاطمة عيد ولا إيه؟ يا ابني حرام عليك دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، إيه اللي بتقوله ده؟ أيوة كده ما تسكتلوش. ده أقل حاجة عنده. علي النعمة تلم المدعوس على الخيب الراجع. هو اي حد مسك ربابه بقى مطرب؟ يا ابني هتموتني، ما بتشوفش تلفزيونات؟ مش عارف الفرق بين الجيتار والربابه؟ ده درامز يا خالد. ايوه يعني ربابه بالعربي. انت في سنه كام؟ ها؟ انت في سنه كام؟ انا في كليه تجاره قسم محاسبه. ايه؟ في ثالثه تاني. ثالثه تاني ده حضرتك يعني مدبلر فما تستغربيش، ده خالد. اه عشان كده منقشه معاك، تجاره مش عارف تحسبها. دي اقل حاجه عنده. يا حلوه يا شايله البقره. ايوه كده. ايوه. ده قلبي يحبك بإخلاص زي ما ودك وديني زي ما ودك وديني. انت طلعت مش كده؟ طلعت نزلت انت جاي تراقبها يابا. يخلص عندك حشيش؟ ايه يا برنس فيها شباب؟ انتوا هنا في الحرم الجامعي ها؟ مش عند ابو دنيا اللي خارب الدنيا؟ اصل في زملاء قالوا لنا اللي انت مدورها حشيش. يا ابني وطي صوتك يا ابني. والله العيال تمر فيها. خط الدعاوي الاعلام ماشي 100 100. ها عايزين ايه؟ هنكون عايزين ايه؟ عايزين حشيش. ماشي. عايزين قد ايه؟ عايزين سيجارتين كده. سيجارتين اه. ماشي. تقلى كده شويه ها؟ اقطف ناس دقيقه. اقفوا كده اتكلموا مع بعض ها؟ خد وقت. ما تعوقش بس. ايدك خدها تاني. ايدك حبيبي. ابرزوا بقى يا شباب. ادي ابرز 50 جندي. يلا يا عم خلص. ماشي شكلكم شباب حلو. بص يا شباب تعرفتوا المكان؟ اي حاجه اي طلبات خاصه بالكيف والتكييف طالعه عند الشجره الصفراء. ها ماشي ماشي يا وحش. يلا طيروا انت. سلام يا ابو الشباب. سلام يا كوتش. ده شباب حلو زي الورد كتاب الله. اللي اقول لي يا طب اخبار الواد ده ايه؟ يا باشا انا بنفذ تعليمات سيادتك بالحرف الواحد، اللي بتقوله لي بعمله على طول. بس انا جاي لسيادتك عشمان في كرمك حبتين يا بص. خير؟ أنا باشا محتاجة تزود لي بس الكمية حبتين. أنا مديك حصتك يا طلبة. يا باشا أنا عايز بس يعني فرشين ثلاثة أربعة دلوقتي حالا. إحنا يا باشا ربنا فتح علينا والشغل كبر. الله. إحنا بس فتحنا فرع جديد في الجامعة فبياخد زيادة حد. جامعة؟ أه سعادة الباشا. دلوقتي الطلبة داخلين على امتحانات وعايزين يكيفوا تمام علشان يعرفوا يركزوا ويحفظوا الكلمتين. وبعدين بقى إحنا عملنا خطة تسويقية جديدة عايز أقول لسيادتك عليها. إحنا دلوقتي هنجيب كيس كده ونحط فيه جوانين. خلاص خلاص. انت هتحكي لي؟ اطلب لي الواد على السبيكر. طلعت يا باشا؟ ايوه تحت امر سعادتك. افتح السبيكر يا باشا. ولا طلعت يا خال؟ عليا النعمه خالي وخالي العيال. ازيك يا برنج عامل ايه؟ قول لي يلا الشغل عامل معاك ايه؟ 100 فول و17 يا برنس. وعهد الله لو تعرف هنا الشباب بيعملوا ايه عليك يا برنس. انت في الجامعه هنا كل الشباب عايزين يبوسوا ايدك يا برنس. بس انت بس زود لنا الدنيا كده وهنوصل نجمع الامريكيه واخد الله. ولا انت خلصت الكميه اللي معاك ولا ايه؟ يعني يا برنس يومين كده ثلاثه وبعون الله نكون جبرنا. يا برنس يا برنس اظبط لي الكميه وكتاب الله في ظرف شهور اوصلك لجامعه الدول العربيه. طب خلص اللي معاك وتعالى لي. سلام.
رأيك يا باشا؟ الواد ده عايزك تحط عينك عليه، شد عليه ورخيله، عايز عضمه ينشف. هشد عليه وارخيله. ماشي يا باشا، نرتب له. ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ قلبت الجامعة غرزة يا روح امك. يا باشا انت بتعرفنيش يا باشا ولا ايه؟ ابن خالتي الامين كريم معاكم. ما نعرفوش. يا باشا ما تعرفوش ايه بس يا باشا؟ استنى بس وقعد الله، دي مش غرزة يا باشا. اخلص يا طلع اللي معاك يا باشا. دي مش غرزة، انت شجرة صفرا يا باشا. استنى يا باشا الفلوس تصغر النبي. يا جدعان هات عضلات الحرس يا باشا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما هو يعني مطلوب مني اعمل ايه؟ ما انا معرفتي. شكرا. ما رضيش يجي معايا. اعمل ايه؟ هجيبه بالعافيه؟ وانا اعمل ايه؟ انا ما اقدرش ارفض العريس ده. ده ما فيهوش عيب. خلاص. حاجه بقى انا لوحدي واتقدم لك من غير اهلي ومن غير اي حد. ترضاها لي يا ماجد؟ عاوز تيجي تتقدم لي من غير اهلك؟ الهام. الهام انا بحبك. ما تصعبهاش عليا، انا بحاول الاقي اي حل. وهتقول لهم ايه في البيت عندي؟ بحبها وبس؟ لكن لا عندي شغل ولا عندي فلوس ومش هنقدر نتجوز. اللي حلاني بقى كمان 17 سنين. انت ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت ايه اللي حصل لك؟ فيه ايه؟ دي الحقيقه يا ماجد، انت اللي مش عايز تشوفها، لكن جه الوقت اللي لازم تعرفها كويس، وتعرف كمان ان انا مش هقدر اشوفك تاني ابدا. ماجد انا خطبتي الخميس اللي جاي، وحتى رقم تليفوني هغيره عشان ما تتعبش نفسك. ولو بتحبني بجد لازم تتمنى لي الخير. مع السلامة يا ميك. ما تقولش يعني. هام ده كلام؟ تسيبيني وتحلقيني يا مدام؟ يا بنت يا الهام، انا عايز اعمل حمام. يا دعيب ياض، عيب صاحبك ياض الهام يا مستر باهم. ايه ده؟ شايفين؟ يا الهام ماجد، ماجد عشان الناس. يا الهام رد عليا. ماجد ماجد انزلي استنزلك انت. انزلي انت من الحرير. يا الهام ايه ده؟ ماجد همات يا ابني بالادب. ما في رجل هنا ينزل. انزلي يا ماجد. ايه ده؟ انزلي ماجد. عم جابي ايه ده؟ ماجد انزلي يا الهام. ماجد انزلي. انزلي يا ابو العميد. انزلي يا ماجد. عايزين رجالة نتكلم معاك. جايب عيلتها كلها. ده ما تفرجناش على الدنيا. راح فين؟ راح فين؟ قال ما بيخافش من حد. ايوه عايزين رجالة نتكلم معاهم. بس احنا عندنا في الصعيد بيقولوا ان الجري نص الجدع. ولا غلط. الواد انت ماجد برضو كان لازم تقول يا ماجد. جايبنا يعني تعبانين. بس بص خلي لسانك حلو، الناس دي محتاجه سلاح. جيب سلاح يا بقى. خالد خالد يا الهام انزلي. انا جاي اخد حقي. ولا انت تعمل لي فيها مجنون؟ انا هجنن من اهلك. اهلي؟ بقول لك انا جاي اخد حقي. جاي اخدها. تاخد مين يا ابن العبيطه؟ مين الواد ده؟ انا اللي ماشي مع خطيبتك حليتها. انا اللي ماشي مع خطيبتك حليتها. حليتها؟ ما فعتوش الواد ده عليك موت حالا؟ ابوظ الجوازه دي؟ عليك موت؟ تعالوا. يا
الحمد لله على السلامة يا محسن بيه. الله يسلمك. ايوه يا حمد. ايه؟ امتى ده حصل؟ وفي ركاب كتير ماتت؟ يا نهار اسود. كده بيتنا اتخرب. بيتنا اتخرب. اشتريت البلوفر الابيض؟ اه ده تحفه حقيقي. بس التليفون مشغول كل ده ليه يا هانم؟ وبعدين موبايلك فين؟ هكلمك بعدين، هكلمك بعدين. متصربة على ايه؟ مالك في ايه؟ كارثه، مصيبه، الباخره بتاعتنا غرقت وعليها جست كبير من السياح. ايه اللي بتقوله ده؟ الباخره بتاعتنا غرقت؟ ومات منهم كتير، واكيد هيجيبوا رجلي في الموضوع. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا محسن؟ احنا لازم نسافر حالا قبل ما يصدروا قرار بمنع سفري. يلا بسرعه الحاج، جهزي شنطتك انت والاولاد. لا يا محسن لا، ما ينفعش، ما ينفعش نسافر معاك. الولد عنده جامعه والبنت عندها دراسه. بص سافر انت، سافر واحنا هنحصلك في الاجازه. طب يلا بسرعه عشان الحق اول طياره على لندن. لندن ايه؟ هو مسافر ولا ايه؟ في ايه يا بابا؟ في ايه يا مهمل؟ ما تسيبني في حالي يا ابني. طبعا. ايه يا مهمل في ايه؟ في ايه مالكم؟ ما يا جماعه حد يفهمني في ايه؟ في البرلمان يا رجالة!
مبروك يا ابوي. وبارك فيك. مبروك تحطب معايا. ايه؟ احطب؟ لا يا خالد، انا خلاص كبرت على الكلام ده. انت وعدت انك لما تنجح في الانتخابات تقوم تحطب معايا، ووعد سياده النائب دين عليك. يا راجل قوم، ده ليله في العمر ما تعوضش تاني ابدا. قوم يا راجل قوم. ماشي يا قوم. ها؟ يلا يلا يا خالد. ورينا يا سياده النائب ورينا. مش هقبل عزاء غير لما اقتل اللي قتله. خالد. ايوه يا عم. تعال هنا. لكش قاعده وسط الحريم. دم ابوك مالف في رقبتك. عرفت اللي قتله؟ كلنا عارفينه. وانت اللي هتاخد طارق بيدك، مش حد تاني. بتتهم مين يا حاج هاشم بقتل اخوك؟ بتهمش حد يا بيه. ازاي بقى؟ ده الحاج مجاهد. اكيد له اعداء. وخصوصا المنافسين ليه في انتخابات مجلس الشعب. انت بتشك في حد معين؟ بشكش في حد يا بيه. عايزين نطلع له تصريح بالدفن يا باشا. مش قبل ما نشرح الجثه ونعرف اسباب الوفاه؟ الجثه مش هتتشرح واحنا اصحاب الشأن. دي كانت طلقه طايشه في وسط معمعه الفرحه بفوزه في عضويه البرلمان. ما نعرفش مين اللي ضربها يا باشا. اكرام الماء الدفن. اوعى تكونوا ناويين تاخده بالطار. انا مش عايز مشاكل في البلد. يا بيه عوضنا على الله. وكل نفس هتدوق الموت، وده قدر ربنا وقدره. ماشي يا حاج هاشم، انا هطلع لك تصريح. هتعمله العزاء امتى؟ طلعت ايه يا ابو اللي حصل؟ عادل الجعير ماله؟
كنا بنلعب كوتشين على فلوس. كنت بغلبه على طول. وجيت من شويه خسرت كل فلوسي. بعدين قلت له كفينا يا جعير. عمل اللي عمله ده. طلعت هات لي حقي يا طلعت، هات لي حقي. لما انت حبي كده يابا ما تحطش الكحري ليه يابا؟ هات لي حقي يا طلعت، عرفه ان مرسي ما خلفش بنات. بنات؟ بنات ايه يابا؟ يا جعير يا جعير انزل يا جعير، النسوان بس هي اللي بتستخبى يا جعير. طلعت واقف لوحده تحت يا جعير، لو كنت دخل انزل يا جعير. طلعت واقف لك في الشارع يا جعير، يا جعير انزل موت لوحدك بدل ما موت لك انت وعيالك. ليه يا ابن مرسي؟ انت بتقول لي مين يا دازي لو كنت دكر؟ ليه يا؟ ايوه بقول لك انت، حد قال لك تلعب بخبز البطيخ؟ انزل يا جعير، انزل اعرفك مقامك. انت هادي اللي هتعرفني مقامي يا حالتها؟ طيب انا بقى هنزل لك اصغر عيل عندي عشان يعرفك مقامك. يا زيكس يا زيكس انزل لا تشوف الواد السيس ده وهات لي حته من قطره وعرفه مين عادل الجعير. ينزل زيكس، نازل اللي تنزله، طلعت ما بيخافش من بني ادمين. ماشي يا حلتها. وينفع كده يا زيكس؟ ينفع وهتتضرب. يا زيكس احنا الشباب زي بعض يا زيكس، وانت هتفهمني يا زيكس. ينفع عم عادل كده يا زيكس؟ ينفع اللي بيعمله ده مع ابويا؟ يعني ينفع يضرب ابويا؟ ينفع عم بعض نضرب بعض كده يا زيكس واحنا واقفين؟ وانت راجل وفاهم يا زيكس. يا زيكس ابوك ضرب ابويا يا زيكس، اعمل ايه انا؟ وبعدين يا زيكس ما انا جاي لك وانا عارف انك هتحل يعني يا زيكس. بص يا زيكس عشان ما تقولش صراحه ما كبرليش. امسك يا زيكس. قد بنت ابوك يا زيكس. انا مش هتدخل. انا اهو زي ما جيت زي ما طلعت. يلا يابا. يلا يابا. طلعت. ايه قطعتهم يا طلعت؟ هتشوف زيكس هيعمل ايه يابا؟ جدع طلع. خد ابنك يا مرسي بقى وغطيه. جدع عادي زيكس. اطلع يا واد يا حبيب ابوك اطلع. منير الجابر هيرشح نفسه في الانتخابات بعد يومين. طبعا انتوا عارفين ان هو اللي قتل اخويا متوهج. طب وايه العمل يا حاج؟ عضويه البرلمان مش لازم تطلع من الحدايد ابدا، ها؟ لازم نرشح واحد من هنا. مفيش كبير غيرك. انت كبير الحدايد بعد المرحوم. لازم نحرق قلبه منير على ولده. وانت اللي بيدك هتاخد طارك يا ولدي. بس يا عم احنا ما نعرفش مين اللي قتل ابوه. وهو في غيره؟ اكيد منير الجابر هو اللي وزع على قتل ابوه. يعني منير غبي للدرجه دي؟ يقتل ابوه بعد فوزه بالعضويه بساعات؟ قصدك ايه؟ معناته ايه الكلام ده؟ انا مش هاخد بطار وقت الفتح القاضي من غير دليل. انت اتجننت؟ يبقى مش عايز تقتل بايديك. انا ما عاوزش اقتل حد. مش عشان فتحي صاحبي، له عشان مش متاكد ان ابوه اللي قتل ابوه. الكلام الفارغ ده ملوش عازم. انت هتقتل بايديك والا هتلبسنا الطرح وتعيشنا في العار طول العمر. هتقتل بايديك يعني هتقتل بايديك وبكره وهو بيفتح له المحل الجديد، والا تبقى انت لا ابن اخوي ولا اعرفك. بينا يا رجاله بينا. الكلام المسخ اللي سمعته ده ياما انا. بطل كلام العفش ده. تمشي مع عمك ورجاله من سكات، يا اما تاخد بطار ابوك يا اما ورحمه ابوك الغالي. لا هتبقى ولدي ولا اعرفك يوم الدين يا خالد.
سمعت حلو. تعال أقول لك. أيوة أبوي. اسمع حديثي ده زين يا ولدي. أنا فتحت لك المحل ده علشان تبعد عن الولد الزفتي ده اللي اسمه خالد. ومن هنا ورايح لا تعرفه ولا تكلمه. وتبعد عنه نهائي. وتنشغل في دراستك وشغلك. وتنشغل عنه وعن عيلته. دول يا ولدي فاكرين ان انا اللي وزيت على قتله. امال مين اللي قتله يا ابوي؟ واه وانا اش عرفني عاد. قادرش يا عم. ايه الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ما قادرش تاخد طلبك؟ انا ما اعرفش مين اللي قتل ابوه. ما حدش له مصلحه في قتل ابوك غير منير القاضي. ده مش دليل. ما تجوحش بالكلام ونفذ اللي بقول لك. ما قادرش. ما قادرش يعني ايه؟ هتحط راسنا في الطين وتشيلنا العار طول العمر؟ اخفى من قدامي هقتلك هقتلك هقتلك. اطفو عليك ولد، اطفو عليك عيل، اطلع بغوري، اطفو عليك، اطلع يا ولد. بس قلت يمكن يتنحرر اللي متابوه على يده. ما قدرش اقتل يما، لا فتحه ولا غيره. افهميني يما. بعد يدك عني ما تلمسنيش، لا انت ولدي ولا اعرفك، متبريه منك يوم الدين، وكمان ما تقعدش في بيتي. ده بيتي وبيت ابوه. مالكش حق فيه. طب اديني حق في ورث ابوه. انت مش قلت مجاهد الحداد؟ ومالكش حق عندي. قدام خمس دقايق تلم حاجتك، واطلع ما اشوفكش قدامي. Thank you.
شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. سألني وانت داخل انت وهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الشقة دي بقى 90 متر بتبص على بحر من هنا. انت مش فاهم يا طلب، انا مش عايز حاجة على البحر يا سيدي. الشمس بتخشها طول اليوم. انا ما عايز شمس. انا ما انا عايز ايه؟ انا عايز اقعد حتة مقطوعة. يا عم شوف له حاجة اهدى من كده شوية يا عم طلبة. اهدى من كده ايه بقى؟ في ده احنا في نهي، يعني تقتل فيها القتيل محدش يحس بيك. ايوه هو ده طلب كده. زينة زينة مين يا شغلك؟ زينة يعني حلوة. حلوة مين يا؟ يعني الشقة مش بطالة يا طلعت في ايه؟ ركبت لي اعصابي. خد المفتاح اهو. اسمع، تبعت شهرين مع طلعت ومعهم صورة البطاقة بتاعتك. طب يا عم طلبة شهرين مقدور عليهم، انما يعني ايه لزوم البطاقة عاد؟ لزوم البطاقة يعني ايه؟ خلاص خلاص، انا هبقى اديك البطاقه بتاعتي وتبقى اعمل عقد بتاع الشقه باسمي. انا مش فاهم حاجه. خليك في حالك يا غالي. ماشي يا عم، صرفوا زي ما انت عايزين. ابعت الفلوس وصوره البطاقه مع طلعت، انا مستنيك يا طلعت. طياره وراك يا برنج العالم. لو اللي بقى يا عم خالد، مالك كده من ساعه ما رحت البلد يومين وانت حالك مش شقلي؟ يب ده انت واخد الدنيا بصدرك. انام بس واصحى احكي لك الحديد من اوله لاخره. حديدك ماسخ وبايخ وغبي. يلا يلا يا اخويا، يلا يلا. سلام يا غالي. قد ماسخ. سلام. وعلى خير. سلام. بقول لك يا طلع، ها هو التلفزيون ده شغال؟ جرب يا حبيبي. لما دخلت المشرحه عشان اشارك في غسل امي وتكفينها جات لي حاله، فضلت اصرخ اصرخ واقول لهم محدش يلمسها، امي عايشه ما ماتتش. بعد كده ما حسيتش بالدنيا، وقعت من طولي، ولما فقت لقيت نفسي في المستشفى على سرير ومعلقين لي جلوكوز. لما سالت عن امي قالوا لي ماتت واتدفنت من يومين. بس يعني اكيد اهلك جابوا بالواجب. انهي اهل فيهم؟ انا امي مقطوعه من شجره، وعشان كده أهل أبويا ما كانوش راضين بجوازه منها، كانوا متبريين مننا. برغم إن هما غناي ومعاهم ملايين، عمرهم ما فكروا يبعتوا لها 1000 جنيه عشان تصرف منها كل شهر ولا تاكل حتى منها. أمال مين اللي دفنها؟ أهل الخير دفنوها في مدافن الصدقة. طب ما انا ابويا اتقتل قدام عيني وما خدتش عزيه لغايه دلوقتي. ربنا يخليكي بفانا غم. بقول لك ايه؟ ما تيجي نشرب سجارتين يخرجونا من المود ده. انت معاك مخدرات؟ مخدرات حد الله، دي حته حشيش لقيتها تحت السرير. حته حشيش لقيتها تحت السرير على اساس انها يعني بزراعه وحشيش تحت السرير. امسك. امسك يا دين. احنا مش ناقصين نكد. قول امسك. امسك اشرب. مين؟ بقول لك يا شفيق، اخبار الواد طلعت ايه؟ ولا اعرف عنه اي حاجه، فص ملح وداب. هيروح فين يعني؟ ما هو هيرجع يعني هيرجع. جرايه طلبه، انت مهتم بالواد ده قوي ليه؟ ما ان شاء الله عنه ما رجع يا اخي. انت قد هتفضل خايب كده على طول؟ الواد ده مكسب، ومكسب كبير قوي كمان. يا عم مكسب في ايه بس؟ ده عيل سيس ولا ليه اي لازمه. جرايه شفيق، هو انت اللي بتشتغل عندي ولا انا اللي بشتغل عندك؟ انت تقب وتغطس وتجيب لي الواد ده من تحت تقطيع الارض، فاهم؟ عفا عليك. كنت فين يا زينب؟ طب خش دلوقتي وبعدين نتحاسب. في يا طلبة؟ انت هتترسم عليا قدام صبيانك ولا ايه؟ وبعدين يا اخويا انا مش صغيرة، ولما تحب تسألني سؤال زي ده ما يكونش حد غريب موجود. الله يسامحك يا ست زينب، انا غريب برضه، ده انا وطلبة اخواته متربيين سوا. بعيد عني يا اخويا. طب خش دلوقتي، انا هعرف اخليك تكلمي اخوك الكبير ازاي؟ هتشوف يا زينب انا هعمل فيك ايه؟ ماشي. اللي احنا كنا بنقول يا طلبه؟ كنا بنقول نتمشى فرنجة يا حبيبي. يلا. ايه يعني هوينا؟ يلا يا بابا. ماشي يلا يا شفيق. ماشي يا طلبه. يلا يا حبيبي. انت بتقول ايه بقى يا بت؟ خد يا عم. وبعدين يا جدعان في القرف اللي احنا فيه ده، الهم بقى كتير يا جدعان، كلها تعبانه ومش لاقيه اللي يداويها.
كل واحد عنده مشكلته من كفيناه. وبعدين يا جدعان، وبعدين اخرتها ايه يعني؟ ابويا محبوس ومعيش فلوس كفالته، مش عارف اخرجه. طب ده ينفع ده؟ ابويا انا؟ ابويا اللي ما بياخدش اكراميه مش رشوه يعني، يتحبس في قضيه وقضيه رشوه ومعهوش فلوس يخرج كمان بكفاله؟ الله ينعل ابو الفلوس، الله ينعل ابو الفلوس اللي بتخلي بني ادم رخيص. عايز افهم ازاي الفلوس هي اللي بتتحكم فينا، اللي بتخلينا بني ادمين او مش بني ادمين. انا عايز افهم، ما حد يفهمني. مش لما نبقى نفهم احنا الاول؟ انا ابويا اتقتل ليه؟ لمصلحة مين ان ابويا يموت؟ كل ده عشان حتة كرسي في مجلس الشعب؟ كل ده عشان الفلوس والسلطة والعزوة؟ ايوه طبعا، كل ده عشان الفلوس والسلطة والعزوة. امال انت فاكر يا ابني؟ امال الدول اللي بتحارب بعضيها دي بتحارب بعضيها ليه؟ مش عشان الفلوس والسلطة اللي تجيب الفلوس؟ امال انا اعمل ايه؟ انا رحت جبت حتة الحشيش وقلت يا واد امشيها بالحلال وقطع زي ما بتجيب زي ما بتطلع وامشي جنب الحيط. راحت حتة الحشيش وشكلي هتعلق على باب الحارم المعلم، مش عارف اعمل ايه. هي الناس يا جدعان اللي بتحب الفلوس دي وبتجمعها، عشقة الاصفار ولا حبة الفلوس جنب بعضها ولا مالها؟ ما يسيبولنا بقى، مش عارف اعمل ايه. ما احنا مش ينفع يا جماعه اللي احنا فيه ده، صح يا احنا لازم نجيب فلوس. معاك حق، لازم نجيب فلوس بأي طريقة. الفلوس هي اللي هتحل لنا كل مشاكلنا. احنا عارفين طبعا ان الفلوس هي اللي هتحل كل مشاكلنا، ايه الجديد يعني؟ المهم هنجيبها ازاي؟ نجيب الفلوس ازاي؟ نسرق يعني؟ الله، نسرق يعني؟ هنشوف حد من البهوات الكبار اللي مكنزين فلوسهم في البيت ونروح على الفلوس دي نستعيرها ونصرف بدل هو مش عارف يصرفها. نسرق؟ نبقى حرامية يا اسطى. ايه؟ ايه يا عم؟ انت هتحبس التعبيط يالا؟ بتحبسنا ولا ايه؟ ده احنا في بيتك. نبقى حرامية؟ حرامية ايه يا عم؟ قصدك نبقى بهوات؟ لا، عنده حق. معاه حق فعلا. ما هو الحرامية في الايام دي هم البهوات. هم كل حاجة. انتوا بتتكلموا جد ولا ايه؟ انتوا اتجننتوا؟ وليه لا؟ يعني ايه وليه لا؟ انا اليوم كان اوافق على حاجه زي دي وما توافقش ليه يا جفل؟ هي خبطه واحده وكل حالنا هيتعدل. مالك؟ والله انا ما عنديش مانع، انا كل اللي خصني في الليله دي الكاشات كتاكيت. عايز اخرج ابويا من المحنه اللي هو فيها، بس لو حد شافنا هنروح في 60 داهيه. ما هو ده بقى الكلام، الغلطة في الموضوع ده بفورة. جرى يا اخوانا؟ انتوا خلاص بتخططوا لسرقة؟ خلاص بقينا حرامية؟ ايه الحشاشة الفيستك دي؟ انت ايه رأيك يا ماجد؟ انا عن نفسي موافقة. تمام، بس انت في حد في دماغك؟ بتفكر في حد معين يعني؟ مش بالظبط يعني في صحاب ابويا، في منافسينه في الشغل كده يعني. الله عليك يا برنس العالم، خد تستاهل. ولع السيجاره بقى وابدا الاشاره. الله يخرب بيوتكم، هتودونا في داهيه. يعني انا اهرب من القتل الاقي سرقه؟ استنى بس يا خالد اما نفهم. نفهم ايه؟ بيقول لك هنسرق، هنبقى رشالين، هنبقى حراميه. ما تقوم تقولها في الشباك احسن. يا عبيد انا اعرف الناس بتقبض عليها وهي بتقسم مش وهي بتتفق. بقول لكم يا جماعه، ما تيجي نغير المكان ونتكلم في مكان تاني. هي الفيلا دي، بصوا بقى عشان الناس تاخد بالها ونتحبس قبل ما نسرق. ما فيها جنايم؟ ايوه يا عم فيها جنايم طبعا، وعايش هو ومراته في اوضه في الجنينه دي. الله، ما هو ما دام عايشين هنا احنا هنسرقها ازاي؟ يا ابني دول شكلهم كبار في السن قوي، نيجي بالليل هنلاقيهم يا اما ناموا يا اما ماتوا. طب احنا هندخلها ازاي ومنين اصلا؟ بص يا دينا، الحتة دي هننط من على السور ده، البواب مش هياخد باله. ولد
عليا النعمة اتخلت عشان تبقى حرام يا دي الوقت. ونورك العربية هنا. بصوا الحاجة هننقلها صالونسي واحدة واحدة، عمر ما حد في المنطقة دي شفنا. طيب بقول لك يا شقيق، هي الفيلا اللي قدامنا دي يعني الناس اللي فيها مش هيحسوا بالحوارات اللي احنا هنعملها في الليلة؟ أصلا ما فيش حد ساكن في الفيلا دي يا ماجد. حلو قوي، عشان الدور الجاي يبقى عليهم برضو. بقول لك ايه، انت تقول لنا بقى شغل الفيلا دي من جوه عامل ازاي عشان نعرف نسرق. اقول لك يا سيدي، تعالوا بس بعيد عن هنا. ها الفيلا دي عباره عن دورين، الدور الارضي ريسبشن. ده رسم كروك يا جماعه للفيلا كلها عشان نبقى عارفين داخلين منين وخارجين منين، بدل ما نتقفش واحنا جوه وتبقى مصيبه احنا مش ناقصين. هندسه، طب يعني ايه اهم حاجه في الشقه الكروك اللي انا مش فاهم فيه اي حاجه دي ممكن يتسرق؟ طب خد بالك، احنا عايزين ناخد زي ما بيقولوا كل ما قل وزنه وزاد ثمنه، خفاف يعني. انت لو بتتكلم في مجوهرات ولا في فلوس انسي ان هم يكونوا سايبين الحاجات دي ومسافرين. مفيش مشكله، مفيش مشكله يا اخوان، احنا ممكن ناخد المحمول او الكمبيوتر اللابتوب ده. يعني هيكون سايبين المحمول واللابتوب بتاعهم يعني يا ماجد؟ مفيش مشكله، احنا ممكن ناخد الاجهزه الكهربائيه. انا كده هتلاقي تلفزيون تفيدي، هتلاقي الحاجات دي. هو ده الكلام، احنا نتكلم في تفيديهات، في تلفزيونات، في البلاي ستيشن، الهوم سيترز، الحاجات دي. مفيش مشكله، ما نكونوش واخدين الحاجه دي. هي كمان الله، في ايه يا جدعان مالكم؟ هو احنا رايحين نسرق الفيلا دي ولا رايحين نتمنها ونشوف ناقصها ايه؟ يا جدعان اسمعوا مني، الفيلا دي كنز، لو دخلنا جوه ودعبسنا شويه اكيد هنلاقي حاجات حلوه. ها ايوه يا جماعه، الفيلا مليانه، يعني مثلا الكريستالات السينيه، السجاجيد الهاند ميد، التحف الاصليه، اللوحات الكبيره، كل الحاجات دي موجوده وتجيب فلوس. ايوه بس احنا كده بقى محتاجين عربيه عشان نلم فيها الحاجه. عيب عليكم، انا عندي واحد صاحبي عنده عربيه ممكن اخدها منه الكام ساعه دول. اهم حاجه انه ما يبرشطش علينا ويقول عايز يجي معانا ويقسم معانا في القرشين. يا عم ما تقلقش هاخدها منه يا بني جاموس. تفتكر هيرضى؟ يا عم بالطريقه يرضى. طيب لو كده ماشي مفيش مشكله. تعالوا بقى نركز. ده الباب. وده السلم اللي هيطلع منه. كل المنطقه دي هي اللي فيها الفلوس. طيب احنا المفروض نعمل ايه؟ يعني مين فينا هيطلع؟ مين هيفتح لنا السكه؟ مين هينط؟ يا جدعان ده يا عم انت هتحط بصوا لبعض. يلا خلاص سايبين اكل في الثلاجه وهم مسافرين. انت عبيط يا غبي ده، هو انتوا جيتوا تقولوا الاكل هنا؟ دوروا الاكل في المطبخ. مطبخي مطبخي وصاحبي ايه 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 وانا جايب ولاد اختي في ايه مدفوع؟ احنا بنسرق خلصونا. بقول لكم ايه، بطلوا هزار بدل ما هنتحبس. تعالوا ورايا انا عارف الفيلا دي كويس، انا هقول لكم تعملوا ايه. يلا يا لهوش يا جدعان البيت ده. بقول لكم يا جماعه خلي بالكم عشان هنا في فازات كبيرة وغالية وممكن تتكسر. حسن! واخرب بيتك! يا رب! أكتر ما حصلش. ماشي. بقول لكم إيه؟ إحنا هنلم كل الحاجة ونحطها في الجنينة، وبعد كده نبقى نحولها للعربية. ماشي. يا جدعان! الحقوا! كمبيوتر لابتوب أهو! كمبيوتر إيه؟ ده مبارك! جماعة، حطوا البازار بقى يلا خلونا نفس. فين بقى السيفرات والبلاي ستيشن؟ ايوه السيفرات. شيء بلاي ستيشن اهو. ايه ده؟ هتحبسنا يا خالد؟ ايه ده؟
يا حسنين نام يا راجل نام. في صوت في الفيلا. لا ما فيش حاجة. مش عارف انه وحش شريط. ايه اللي وحش شريط؟ ايه اللي انت بتقوله؟ خايف الزفت ده يعني برضه غلطانين حد يكون رجاموسه ويروح يسرق بيها لكن حياتي ده تغفية. الحمد لله يا عم ربنا سترها ربنا سترها. انجز بقى انجز للراجل يرجع تاني. طب يلا وبعد كده نشحنها في العربيه. تمام نزلوا الحاجات دي دينا حط عينيها على الحاجه. يلا يعني اديني امان. امان يا معلم. يلا يلا قبل ما يلا تعالوا تعالوا بسرعه. لا هو ايه شاهد يا هادي عامله ازاي؟ يا عم احنا هنخسر ايه؟ هناخدهم نتمنهم ومين عارف يمكن في حد في حد كده ما عملتش حاجه.
متى طلعت؟ يا عم هو كده كده كان قدامه تلات ايام ويموت. يلا نخلع احنا. يلا يا عم. يلا يلا. عارف انا عارف بتقول لي ايه؟ قتلته بيدي يا مات. يا عم خلاص ودي صوتك انت هتفضحله. قدم فرار يلا امشي. يلا بس يلا. الراجل مات. لا الله يرحمه تعالى بس دلوقتي يلا. تعالى تعالى هتفضحله. ما تطلعوش. ما تتكلمش. ايه ده؟ ايه ده؟ قتلته يا مات. ايه ده؟ قتلته بيدي. ايه ده؟ شت. بس ايه ده؟ ما حصلش حاجة يا عم. عايزين نمشي من هنا. يلا يا جدعان يلا. اهدى دلوقتي. انسى انسى اللي حصل. انسى. يلا يلا خلاص يلا امشي. يلا يلا يا جدعان يلا يلا خلاص. العب العب وانت ايه. نزلوا حاجة عند وايد. وايد خليه معاك. وقفوني الحاجة. خليه معاك. نزلوا انتوا الحاجة. يلا تعال يلا انزل. شو يا مالك؟ شو يا يلا امسك. الله 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 الله. ما تفتح يا بقرة يا جدعان. حيطة حيطة. فهو بقى عمل خفيف. هو ينفع كده يا جدعان نبهدل البهدلة دي وكمان نرجع لباب الله؟ بقينا مفلسين ومقشفرين. انت بتتكلم انت؟ لوش المشاكل والمصايب رايح تعكس البيت؟ يا عم وعهد الله فاكرها بتشتغل في المكان. يا جدعان خلونا نفكر بقى في المصيبة اللي احنا فيها دي. احنا كلنا ما معناش فلوس دلوقتي. ايه؟ حتى انت يا ابن الاصول والزواد طلعت معفن ومفلس؟ حتى من اجل الله يا اخي. ده انا اول مره يحصل لي كده في حياتي. انا ما بقاش معايا جنيه في جيبي. بس 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 هنقعد نولول. هو ما فيش غير حل واحد. نرجع نسرق تاني. لا نسرق تاني. لا يا ابني لازم نسرق. ايوه يا جماعه. حقيقه بعد الاحداث اللي مرينا بيها السرقه الاولانيه انا شايف ان احنا يعني لازم نبقى دايما الاحجام اللي احنا مختارينها ضمن الاوساع اللي احنا عايزينها. احجام ايه يا عم واوساع؟ انا مش فاهم منك اي حاجه. يعني بالبلدي يا اخوانا لازم نبقى منظمين شويه مخططين هنعمل ايه. احنا المره اللي فاتت كنا هنروح في الكلابوش. ايه يا خيال انت مش فاكر ولا ايه؟ انا مش معاكم في موضوع السرقه ده. يا ابني يا ابني افهم. هتلبس وتاكل وتشرب منين؟ هتصرف ان شاء الله. لو هنزع الطرن شويه. طب لما تتصرف بقى يا اخويا بقول لك اتصرف معاك لحسن ده على الاخر. الله. طب في حته ارض ناشفه هناك. روح بقى انت تصرف انت وهو. يلا او تصرفوا على روحكم هنا بس ورانا نبعد يا ماجد. خلينا نتكلم بجد بقى يا اخي. طب ماشي. احنا مش حراميه. احنا ممكن نعمل اي حاجه ثانيه. الفلوس سهل ان احنا نجيبها. احنا ممكن ننصب انهم ما نسرقش. يا سلام. يعني نصب اللي مش حرام يا اخي. قلنا بروح كده وانت سكران. على فكره يا جماعه احنا مش عارفين احنا اصلا بنقول ايه. خلينا نبقى نفوق وبعد كده نبقى نتكلم في الموضوع ده. يلا يا جدعان لازم نروح دلوقتي. حاسس اني عايز ارجع. طب يلا يلا نروح. صح يلا. لازم كلنا نروح. اه ايه بس انا ساكن فين؟ اللي بيتي منين يا طلعت؟ الوي يا ماجد طلعت. اللي بيتي فين؟ انا في الصعيد كنت ساكن جنب الترعة. يبقى في مصر ساكن جنب النيل. طلعت فين الفلوس اللي قلت لك عليها يا ياسمين؟ معيش فلوس يا زكريا. انت هتستعبطي يا بنت؟ هتستعبطي؟ انت مش عارفه انا ممكن اعمل فيك ايه؟ لا عرفت خلاص بس برضه معيش فلوس يا زكريا. انا هدخل اعرف اذا ما كانش معاكي فلوس يا زكريا ولا لا. فاهمه؟ ولا فكراني مش هعرف يا بنت. الشقه دي كلها زيك بالظبط. حافظ كل حاجه فيها. ولا نسيت ان انا جوزك؟ ايه؟ جوزك؟
في جوزي. اللي بينا يا حبيبي ورقتين عرفي وقطعتهم خلاص، اسكت. وكل واحد راح لحاله. بس انا روحت في ده يا ياسمين، وانت روحتي فوق. فوق وكله بمجهودي. مجهودك اللي انا فيه ده يا عينيا بعرقي وشقايا. انت يا حبيبي كنت مدير اعمالي، نسيت اقول لك الفاشل، يا دوبك كتبت لي اغنيتين فاشلين زيك. ونسيتي حب يا ياسمينة. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت يا حبيبي راجل شمام. اللي اقول يا زكريا، صحيح نسيت اسالك، هو الشمام يا اخويا بيحب بيحس؟ انت لو كنت راجل بصحيح يا شيخ ما كنت سبتك، ده انت حاجه تقرف. وانت لو كنت بني ادم صحيح كنت سبتك لحال سبيلك، لكن انت واطيه واطيه، وانت السبب في اللي انا فيه. وادخلي هات فلوس لو ولعت في الشعب اللي فيها. لا حاضر حاضر يا زكريا، حاضر هجيب لك الفلوس. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت ربنا هيخلصني من القرف اللي انا فيه ده. يلا. خلود طمنت على البواب يابا؟ تمام الحمد لله. الله، امال مالك يا مكشر كده ليه؟ ضميري مأنبني، لقيت دماغه وارمه. معلش يا حبيبي، باذن الله تفش. طب دماغه هتفش، السريقه اللي احنا سرقناها دي هتفش كيف؟ ما قلت لك يا ابني بقى 100 مره، السريقه اللي احنا سرقناها دي مش فارقه معاهم اصلا. وبعدين تعالى هنا، هو مش انت صاحب شعارات ان احنا لازم ناخد من الاغنياء ولاد ندي للفقراء ولاد الشغل ده شغلك؟ ايوه، بس احنا سرقنا ولا ادينا للفقراء ولا للغلابة، قسمنا الفلوس على نفسينا. قسمناها على نفسينا وزعناها على الغلابة، المهم ان هي خلصت والنتيجة واحدة، مش لاقيين ناكل على فضة الكريم. عشان كده بقى يا جماعة احنا لازم نسرق تاني. تاني؟ ايوة تاني. طب ليه؟ انا اقول لك ليه. أول حاجة يا سيدي عشان نخرج نفسنا من الورطة اللي اتحطينا فيها، وتاني حاجة وده الأهم، إن يبقى معانا فلوس عشان أقدر، قصدي نقدر يعني نعمل بيها اللي إحنا عايزينه. وبعدين يا ابني دي المرة اللي فاتت عدت زي الفل، مالك؟ شوفوا يا جماعة، إحنا لو قررنا نسرق تاني أنا عندي مكنة في دماغي كده، بس سيبوني أطبخ الموضوع الأول وبعد كده بقول لكم. إيه يا دودو؟ كنت عايزانا في حاجة. ايه هي؟ بص يا عم النجم، احنا عايزين نسرق تاني. الله عليك يا دودو، ايه بنت الدماغ دي؟ اهم من ان احنا نسرق تاني نسرق الناس اللي يستاهلوا السرقة، الناس اللي واكلينها ولعة. ومين بقى يا ريس اللي يستاهلوا السرقة؟ انا اقول لك يا سيدي. نسرق فيلتنا. فيلتكوا؟ قصدي اللي كانت فيلتنا ما تدقش. هو بيني وبينك يا لولو، هو انتم الناس اللي تستاهل السرقه على حق. بس مش ابني البنك خاف منكم وتلاقي عليه احراس او عوق؟ هو ممكن يكون باحه لحد. على العموم انا هعرف الكلام ده لما اروح لعرفان البوابه والطقس. عارف يا لولو، ده اقتراح هايل. قولي ليه؟ ليه؟ عشان انت هتقول لنا على تفاصيل الفيلا حته حته، صح كده؟ صح طبعا. وهيقول لنا برضو في حد جوه، مفيش حد، في حراسه، ننط امتى، العوق ده. طب وهنعرفها ازاي دي؟ معلش يا بيه، انا لسه بشتغل مع السكان الجداد وكان نفسي ابقى معاكم، لكن اعمل ايه بس، امر الله. وسيادتك الراي بيه عارف يعني انك ما يرضكش تقطع عيش. عارف يا عرفان، عارف. بقول لك يا عرفان، احنا بيجي لنا هنا جوابات. ايوه يا بيه، في جوابات جات لكم من البنوك، اجيبهم لسيادتك؟ ماشي، بعتهم لي. وخلي بالك هيجي لنا هنا جوابات كتير لغايه ما نبقى نغير على العنوان الجديد. وماله بيه؟ تيجي وقت ما تيجي، تيجي براحتي. ماشي عرفان. السلام عليكم. بقول لك ايه؟ ايوه بيه. هما الناس اللي خدوا الفيلا دي يعني امتى بيبقوا مش موجودين؟ ها؟
لا يعني امتى بيبقوا مش موجودين عشان لما اجي لك ما نضايقش حد فيهم. ها انت تفضل تقول لي ها انت لسه سامعك تقيلي على الفن منور يا لؤي بيه. ها ده صلحه الكلوب. استنى انا كنت عامل حسابي اوعى. فين جد بقى؟ تعالوا انا حافظ المكان. تعالوا مش عايزين اي لخبطه يا جماعه. ها كل واحد عارف يعمل ايه يا بوي. يا دول انتوا كنت عايش في الفيلا دي؟ ايوه امال ايه؟ يلا طلع. ايه ده؟ ايه مالك؟ ده شيخ محمود فضيل. ايه يعني؟ ده دعايه، انتوا بعتوا له الفيلا؟ احنا ما بعناش لحد حاجه، البنك هو اللي خد الفيلا. يبقى البنك بعال. يا سيدي انا ما اعرفش، انا اصلا ما اعرفش مين محمود فضيل ده. يا عم قدر ما حصلش، قدر ما حصلش، يا اخي صاحب الفيلا بيحبه حاطط له صورته، مالك انت؟ انت يا ابني تهوه انت يا عم، في ايه؟ متدينين قوي كده اللي جاي بتسرعوا. خلصوا يلا خلصونا. طب يلا طلع هطلع انا وانت فوق. يلا بقول لك ايه، اطلع على اوضتي واقول لك انت تعمل ايه. تعالى ماشي. واخدين اوضتي ونايمين على مرتبتي. ماشي دي المرتبة اهي عشان تبقوا تناموا براحتكم. لو سمحت. ايوه فيلا الترابيلي فين بعد اذنك؟ فيلا الترابيلي. حضرتك بص، هتخش يمين في اول شمال هتلاقي ميدان، تكمل على طول هتلاقيها في وشك على طول حضرتك. بس هم وصفوا لي انها هنا. لا 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 لا، وصفوا لك غلط زي ما بقول لحضرتك بالظبط. ماشي شكرا. العفو، اتفضل حضرتك اتفضل. Thank you.
يبقى الشنط تمام. يلا سمي كده وافتح لنا الشنطه الاولانيه دي. يلا يلا يا اخوان. يا عمر مش هتستنوا لؤي ولا ايه؟ لؤي قاعد جنب بقيه الحاجه تحت، ما تقلقش انت. ماشي يا شيخ. افتح يا عم طلعت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقلقوش. حبيب قلبي اموت في الكوبون يا اما. يا جدعان فلوسي كلها ايه ده؟ احنا باين علينا لعبت معانا يا عيال. بس دي تخوف، كنت راح يخوف قوي. تخوف ايه؟ احنا فتحنا شنطة الرعب. الشنطة دي هتخلي الحكومة تدور علينا بايديها واسنانها. لا بس هم يعرفوا يلاقونا. ده لو وقفوا على شعر رجليهم. طبعا يا برنس. هدي الشنطة دي اعمل مكان ليها هناك لحد ما نوزع بقية الحاجة ونبقى نرجع. ايه الفلوس دي؟ ايه المجوهرات دي؟ احنا سرقنا علي بابا ولا ايه يا جدعان؟ هو ده اللعب على كبير. ايوه انا شايف بقى ان المجوهرات دي تتوزع على كل واحد فينا، كل واحد فينا ياخد نصيبه. ها ونبيع بقى بمعرفتنا احنا. صح، كل واحد ياخد نصيبه ويتصرف بيه بمعرفته، ان شاء الله حتى لو يشتري بيه البنسمار. ما ينفعش حد يبيع الدهب ده دلوقتي، ممكن البوليس يقبض علينا واحنا بنبيعهم. بالعكس، ده الاحسن ان احنا نخلص منهم بسرعه. يا ريت لو بكره الصبح بدري قبل ما يكتشفوا السرقه ويوزعوا نشرب اوصاف المجوهرات. بس بكره الجمعه اجازه. بس بتوع الدهب بقى اجازتهم لحد يا اخوي. كده احنا هنختلف. بصوا يا جدعان، انا رايي نوزع الحاجه كلها دلوقتي. هو لو حد وراه مصلحه ولا حاجه وزع يا عم. استنى، انت هتوزع ازاي؟ لازم نوزن. هنوزع بركاوي. بركاوي؟ طب اصبر بقى كده، محدش يمد ايده. لا وريني حته الدهب الابيض دي بس. انا عايز الكردان. يا غالي خد كردان امك اهو، وانت حته الدهب الابيض. انا بقى اخد الخاتم ده. احنا قلنا مفيش نقاوي. اشمعنى الخاتم ده؟ استنى عليها يا جدعان، ده شبكه زينه القلب. عيب عليك يا لولو. انت هتتجوز غلطتي؟ يا برنس. مبروك يا صاحبي. حبيبي يا ريس. حبيبي يا لولو. استنى خد دي مني كمان. طول عمرك ما يفوتكش الواجب. تمشي ده هيحصل ازاي بس يا حبيبي؟ لا سيبيني بقى، الليله دي ليله انا. كفايه. هموت. كفايه، حرام عليكم، ارحموني. طب انتوا عايزين مني ايه؟ جايبيني هنا ليه؟ ايه بس يا عم؟ تلاش شفت حاجة يا روح امك؟ بتعملوا فيا كده ليه؟ طب انت عايز ناوي ليه وانا اقول لك عليه وخلصني؟ هموت هموت يا انا. بس هو الواد ده اللي نصب عليك؟ هو يا برنس العالم. عيش معاه. بقول لك طالما انت معلقه كده ونفخه اشفيه على طول. ما يستاهلش يا طلعت. طب اقول لك على حاجة، سلكتين 320 فولت على لسانه. الله يا ولد 110 يستاهلوا. بلاش حنية قلبك دي يا عم طالبة، أرش في وشه مية نار. خلاص خلاص يا طلعت، حقك هيجيلك لغاية عندك، اطمن. والله أنا مالي دعوة بحاجة يا طلعت، الواد مختار يالا، الواد مختار هو اللي خد مني الحشيش وهرب. خفت منك أنا كمان، هربت يا طلعت. حلو. طالما أنت هربت بقى يا حبيبي، أنا هعمل معاك اتفاق دلوقتي. تقول لي الواد مختار ده فين وقاعد مع مين، أروحك بيت. حاضر. ما تقولش انا هخليك. هقول يلا. هقول لكم على كل حاجه. هقول لكم على كل حاجه، بس سيبوني. سيبني يا طلعت واحنا نروح نجيب الحشيش سوا. يا طلعت سيبني يا طلعت. خلاص هقول لكم على كل حاجه بس ارحموني. انتوا عارفين يا جماعه ايه الدخنه دي؟ عاليه قوي. بس انا حاسس احساس غريب دلوقتي. ايه؟ حاسس ان دماغي اعلى من البرج. طب ارجع بدماغك شوية كده لورا احسن ما تقع من فوق البرج. يا ناصح مكانك انت وهو، محدش يتحرك. اللي هيحاول يعمل عوق يكتب شهادة وفاته بايديه. بس يا لك هو مكانك. انتوا مين وعايزين ايه؟ اقول لك يا حبيبي احنا مين وعايزين ايه. تعرف الوش ده يا ده طلع؟ فاكره ولا مش فاكره؟ مش ده طلعت اللي خدت منه الحشيش وهربت يا جبان؟ ولا فاكر نفسك ده شفت شم النسيم؟ شفت شم النسيم يا لقيت معايا بيت ملون وانت بتسرق مني الحشيش يا جماعه؟ انا السلام عليك حشيش. اخرس يالا اخرس، يبقى قول على نفسك بقى يا رحمن يا رحيم. لا ما يقولش حاجه، يموت بحشيشه كده عشان يخش النار وقلبي يرتاح. خلاص بقى ما تعرفش. استنى بس استنى، انا معايا الفلوس. ايه؟ احبك وانت بتحب الحياه يا ورحمه ابويا دول كل اللي معايا.
كام دول يا برنس؟ 9000 جنيه. نعم؟ دول ما يجوش نص الفلوس اللي ليا هاتلك يا هضرب فينا ما معايا غيرهم. خلاص خلاص يا طلع، خدوا خدوا يلا. ايه ده يا برنس؟ خدوا. عارف الباقي بقى ليه؟ الباقي ده ادب ليك، علشان رحت اديت كميه حشيش لعيلين تافهين زي دول. خلاص يلا. ايه ده يا برنس؟ وايه ال1000 جنيه دي يا برنس؟ ايه يا طلعت؟ ال1000 جنيه دي حق المواصلات بتاعتي انا وشفيق عشان جينا معاك. جرى يا طلع. مواصلات؟ ليه؟ العيال دي كانت هربانه في السمار ولا ايه يا برنس؟ يا عم في ايه؟ ما تلم نفسك شويه. الله بقول لك ايه، طالبه مستشار 500 جنيه بتوع السلاح. ال 500 جنيه بتوع السلاح اديهم له. بتوع السلاح؟ خد يا عسل كده، امسك امسك بس. معاكوا ربنا، هكلمك انا. ها سلام. سلام يا برنس. الواد ده يبلطج علينا ولا ايه؟ خلاص. عارف يا دي انت وهو لو فكرتوا تعملوا الحكايه دي تاني هيحصل لكم ايه؟ تسرقني يا طلبة؟ تسرق أختك؟ ماشي يا طلبة الكلب، ماشي. أيوه؟ مين حضرتك؟ عايزة مين؟ طلبة موجود؟ قول له مين حضرتك؟ لا يا حلو، سيبيني هقول له بنفسي انا مين. اوعي من طريق. استني هنا. استنى ايه يا اختي؟ تعالي تعالي. ايوه ليه؟ دي انا اللي نصبت عليها. تبتدي شعري. خلاص سيبيها وانا هفهمك. يلا بقى سيبيها، خش جوه صفيتي دلوقتي. صافي ومشامة حمرا وليلة. ايه يا بنت؟ ما تقلقي كده عشان نعرف نتكلم مع بعض. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي بعد ما نصبت عليا واخدت فلوس انا وطالع؟ يا بنت نصبت عليه اه، لكن انت ما نصبتش عليك. انصب عليك ازاي يا خايف؟ ده احنا اخوات. اخوات؟ وانت خليت فيها اخوات بعد اللي عملته؟ بدل ما تقف جنبي وتساعدني تنصب عليا وتسرقني؟ يا بنت كنت هقول لك، بس لو كنت قلت لك ساعتها كنت هتحني زي العاده وتقولي لسي طلعت حبيب القلب، صح؟ وتسرقه ليه؟ عمل لك كده واد غلبان. يا بنت كده كده هو بيتسرق، بيتسرق وبيتنصب عليه، يبقى احنا اولى بقى والفلوس فلوسنا. انا ماليش غيري كزينة يا بنت. أنا مش شايل هم حاجة في الدنيا غيري، افهمي بقى. أنت كداب، لو شايل هم بجد ما كنتش تنصب عليا أنا وطالعة، وكنت سبت لنا شقة نتجوز فيها، بدل ما أنت عاملها لمزاجك يا واطي. هتلمي نفسك شوية يا بنت. بنتي اللي بتضربها. بس خلاص. واضح إنك مش فاهمة ومش هتفهمي، وأنا بقى لازم أفهمك وأقول لك الحقيقة. طالع ضمن النوع النمرود، إلا لو ربنا إداله شوية وطلع فوق، أول حاجة هيعملها إنه هيرميك أنتِ. هيدور بقى على واحدة على فرانكا. أنا عارف. عشان كده انا قلت اقصقص ريشه، خدت الرشانات دي وخليتها معايا. عارفه خليتها معايا ليه يا زينة؟ عشان عارف ان انت حنينه وقلبك طيب وهتحني له وتديهم لي. انا بحفظك. عرفت انا نصبت على طلعت ليه؟ لا مش عارف. بكره بقى لما طلعت ده يكبر ويرميكي هتقول ان طلب اخوكي ده كان بيتكلم في الصح. فاهمه؟ انا بقول لك اللي انت لسه هتشوفيه يا زينة. أنا أخوكي ابن أمك وأبوكي. تعال كده بقى، يبقى خلصت كل التحريات بتاعت شقة سطوحي، وجه وقت رد القلم يا طلعت. بس المرة دي مش عايزين نشيل حاجات تقيلة، لأن أنا مش هنقدر ننزل بيها. متقلقوش، حل بسيط، إحنا داخلين ندور على الفلوس وعلى الدهب. يا جدعان راجل زي ده أكيد في بيته فيه فلوس وده. برافو عليك يا طلعت. طب بصوا بقى يا جماعه هنعمل ايه؟ احنا هناخد على قد الشنط اللي معانا بس وننزل. حلو قوي. اصيل. وماجد قال لنا ان كل يوم خميس مراته وعياله بينزلوا بالليل يروحوا النادي، يبقى الشقه اكيد فاضيه. تمام. بس هيفضل مشكله واحده. ايه؟
سكيورتي. سكيورتك يا ابني الامن بتاع العماره. لا ما تقلقش، مأمن نفسي. بالنسبه للبواب هنخش عليه بالحنجل والمنجل، وانا برضو عرفت لكم كل سكان العماره اسمائهم ايه. بس احنا مش عاوزين البواب يعرف اشكالنا خالص، ده ممكن يروح يوصفها للسطوحي والبوليس وتبقى مصيبه. تلاقيش يا دودو مظبط لك حاجات مش هيخلي بني ادم يعرفها. الله عليك قصاب حرامي، ايه يا ابن العسل ده؟ وعهد الله لو عندي اخت لاجوزها لك. المهم اسمعوني كده، الدنيا بقت تمام قوي، اتعشت ظبطنا كل حاجه، اعملوا حسابكم يوم الخميس الجاي الطلعة. عايزين مين؟ احنا غاز طبيعي. حضرتك في شكوى من العماره يعني ان في ريحه كده غريبه، مش كده يا جعفر؟ ريحه عامله ازاي؟ ايوه سيادتك، في ريحه معفنه انتوا بتشموها بقالكم يومين. فاحنا جايين نخلصكم من الريحه دي تماما. ايوه يعني شبه دي كده حضرتك، شمي شمي كده، شمي. ايوه شمي في ريحه دي، اكيد. أيوة. في ريحه دي، شمي كده، شمي بقى، شمي بقى، شمي. برافو عليك يا دحي، برافو عليك، زي ما قلت لك بالظبط. امال ايه؟ ده انا لابد له تحت العماره بقالي يومين. بالراحه بالراحه، عايزاكم تنجزوا بسرعه. ها وخلوا بالكم البواب شافنا. ها هو يعني ما يشوفنا هيجيب اوصافنا منين؟ يلا يا جدعان احنا هنسامر طلعه تحت مستنيين لوحده. يلا يلا. طب يلا بقولوا يا جماعه خفافي خفافي. ماشي ماشي. بقول لك ايه؟ ايه؟ قلت يعني البواب عمل ايه وانت داخله؟ ما تقلقش ما تقلقش، انا قلت له ان انا جايه من الصيدليه وهدي حقنه وكده، ما تشغلش بالك. يلا بس جدع. ايه لقيتوا حاجه؟ كله قلش يا ابني، كله قلش. مش مهم مش مهم، الخدمه كلها في الشنطتين دول، فلوس وذهب. اوعى قشطه، يلا بينا بقى بسرعه. يلا 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 لان احنا رجاله. ماشي يا صاحبي، عشان تعرف كيف تضرب راجل صعيدي بالقلم يا عرة الرجاله. استني يا عم طلع. يلا بينا. الحق اسطوحي بيه، ده الطريق مقفول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ رسالة سطوحي، وهي هي نفس الرصاصة اللي أنا لقيتها في البيت. يعني العيال هم هم. بتشك في حد سطوحي؟ يا باشا بشك، بس شك بس يا باشا، ما عنديش أي إثبات، بس متهيألي يا باشا هم دول عيال. طب اهدى كده وركز واحكي لي، بتشك في مين وليه؟ السيد مساعد وزير الداخلية لسه مكلمني دلوقتي بخصوص التشكيل العصابي بتاع الرصاصة التسعة مني. يا ترى حضراتكم وصلتوا لايه في تحرياتكم؟ يا فندم العصابه دي منظمه وعلى مستوى عالي جدا من الذكاء، حتى الرصاصه اللي بيسيبوها بيتركوا بيها رساله معينه. الحكايه مش ناقصه، والبلد على كف عفريت. انا شايف يا فندم ان احنا دورنا في الفتره اللي جايه اننا نكتشف الثغرات اللي العصابه بتسيبها وراها، وبالطريقه دي نقدر نمسك خيط يوصلنا ليه. همتك بقى يا بطل. غريب يا فندم ان هم سرقوا نفس الشخص ده مرتين ورا بعض وكانه تحدي للسلطه. بالعكس يا فندم، أنا شايف إن دي غلطة كبيرة جدا من التشكيل العصابي، وإن هو ده الخيط اللي هيوصلنا ليهم.
قصدك يا شريف؟ قصدي يا فندم ان انا شايف ان العصابه ما كانتش بالذكاء الكافي في السرقه الثانيه، لاننا كده عرفنا ان صاحب الكباريه اللي سرق كان مستهدف من ناس نقدر نقول ان في بينه وبينهم علاقه مشبوهه او على الاقل يعرفهم، وبالتالي فدي مش مجرد سرقه من ناس مجهولين، لا دي سرقه من ناس منظمين عارفين هم بيعملوا ايه، والا كانوا سرقوا اي حد تاني غيره. فعلا دي نقطة مهمة جدا. يبقى دورنا عمل تحريات كاملة عن سطوحي وعن كل زبائن الكباريه في الفترة دي. ده مطلوب فعلا. بس أنا شايف يا فندم إن الفترة الجاية لازم نكثف تحرياتنا عن الناس اللي كانوا موجودين قبل كده واختفوا فجأة. هو ده اللي هيوصلنا لخير سرقك. شريف أنا بكلفك بالمهمة دي. أنت اللي هتتابع القضية دي. وده تكليف رسمي ليك. يا فندم ده شرف كبير جدا ليا. أشكرك يا فندم. واتمنى ان شاء الله ان انا اكون عند حسن ظن سعادتك. انا واثق فيك يا شريف لانك بتفكرني بشبابي، كنت متحمس جدا زيك كده، لكن للاسف الحكايه بعد كده قلبت تشريفات. اتفضل. شيخ يا برنس حبيبي عامل ايه؟ بقول لك ايه، جبت لي الجرام اللي قلت لك عليه؟ اه بس انجز عشان انا عندي فرح دلوقتي ومعايا بودره في ايدي. مالك يا دي يعني انت اول مره تشيل مخدرات؟ ما انت رايح جايب الحشيش معاك وخلاص. يا عم ده حشيش، انما دي بيزا يعني اوسخ من الجمره الخبيثه، تبهدلنا احنا الاثنين. خلاص يلا في ايه؟ في انت هتسيح لي؟ بقول لك ايه، هو ده مش على كيف. اه جربته؟ لا يا عم حد الله بيني وبينه يا عم، ده ادمان وبيودي صاحبه في فقر، ويا اما تخش السجن يا اما تخش مصحه، هو ده اخرك. يا عم فقر ايه بس، الموضوع مش موضوع فلوس، سيبك من الفلوس، انا بس مخنوق شويه وعايز اشرب اي حاجه غير اللي احنا بنشربه ده، اتخنقت، عايز اطلع من الجو اللي انا فيه ده، تعبان مش مبسوط. ما علينا. بص يا عم ماجد، انا نصحتك وقلت اللي عليا وخلاص، بلاش البتاع ده. انت بقى يا عم عايز تعمل كده مع نفسك. استنى استنى بقى، دولي كده، سلم عليا سلم عليا حبيبي عم العالم. طب سابهم ايه؟ تمام بقى زي ما قلت لك، عرفتش انزل حاجه. طب بقى الكراريس والحاجه اللي اتفقنا عليها. قشطه يا معلم. ماشي ماشي يلا سلام. سلام يا برنس. طب بقول لك يا جماعة، مش هتيجي عندي الفرح بقى تغني على ياسمينة؟ ياسمينة يا عم اتكل على الله. اسمع مني بس، اتكل على الله اخوك. معلش ما انا عارف انك اخويا، اتكل على الله. زميلك ماشي يا شقيق، انا اللي جايب الحاجة. لا حرك. ضيعت نفسك. ضيعت نفسي ايه؟
ده كده ده دعوة يا سيبيني لوحدي بقى. فوق بقى اقعد اتكلم معايا، عايز اتكلم معاك. حاضر حاضر اتكلم انا معاك. حاضر. رد عليا قول لي جبت الست ده منين؟ هقولك هقولك بقى هقولك. حاضر. طيب يا ام عامل ايه دلوقتي؟ كنت محتاج اسمع صوتك يا ام، وحشتيني. بتقولي ايه؟ عرفت مين اللي قتل ابوي؟ عمي انت متاكده من الكلام ده؟ خد مطرح في مجلس الشعب عشان كده قتل. انا هقتله يا امه. انا جاي لك دلوقتي. سلام. فين الطبنجة؟ طبنجة ايه بس يا خالد؟ هتعمل ايه يا هارون؟ هاخد طربوي اغسل عاري. ما تضيعش نفسك يا ابوس ايدك. انا ضايع خالد. طب خدني معاك عشان خاطري، عشان خاطري. لو كنت غالي عندك سيبيني اروح لحالي. خليك هنا. غالي عندي؟ غالي عندنا يا خالد؟ يا خالد! عاوزنا نقعد في بيته. هو اللي قتل ابوك. كان عمينا والبلد كلها عارف. كنت عايز انا اقتل فتحي وعمي هو اللي قتل ابوي. قتلوا الخسيس عشان ينهب كل حاجة. يقتلوا خالد عشان يعرف ان ابوك خلف راجل هياخد بطاره. اقتله عشان امشي وسط البلد رفع راسه يا ولدي. اطمن يا ام. هقتله. هغسل عاري وعاري. اخلي ابوي ينام مرتاح في تربته. هاخد عزاه وانا راسي مرفوعه. يا فرحه ابوك بيك. روح يا حبيبي قبل عمك ما يعرف انك رجعت يعمل حسابه. ده حنش بيبخ سم. اقتله قبل ما يطولك. حاضر يا ام بس عندي شرط. قول يا قلبي. تقعد في بيتك وتطلعيش وراي. سيبيني اشفي غليلي بنفسي. ووعد مني هرجع لك ونوقف انا وانت قدام البيت وناخد عزانا بايدينا. حاضر. هستناك ما تاخرش علي. ادعي لي يا ام واعملي اللي قلت لك عليه. الشر يا خال. بعد عني يا فتحي.
خالد بيه، الحمد لله على السلامة. الحمد لله انك انت عجلت وجاي تاخد بطار ابوك. طول عمرك نبيه يا عمي، انا جاي دلوك عشان اخد بطار ابوك. واللي قتل ابوك وراك اهو، خد بطارك منه وامسح العار، وساعتها هتبقى والد مجاهد صح، ونعرف نرفع راسنا وسط الخلق. اقتلوا، مستني ايه؟ خد بطارك وامحي بنار الكره. اقتل يا خالد. تعمل ايه يا صاحبي؟ تعمل ايه يا خالد؟ بس يا عمي مش فتحي ولا ابوه اللي قتل ابوي. اللي قتل ابوي انا خابره. جايلك ولد زين من ميلة الزمان معطوب. جايلك ولد زين، جايلك ولد زين يا قبر، خايف في لف العمامة. أمانة عليك يا قبر، ما تحاسبه غير يوم القيامة. يا ولد أبوك حيتلقاك في أحضانه. أمانة يا قبر، ما يكون فيك حصى ولا طوب. جاي ليه كل حاجة حلوة بحس إنها مش حلوة؟ ليه كل الناس راضية وسعيدة إلا أنا؟ اتكتب عليا العذاب والشقا، حتى خالد الراجل الوحيد اللي أنا حبيته مات من غير ما يعرف إني بحبه. ده أنا ما حبيتش راجل غيره في حياتي. مين معايا؟ أنا دينا. دينا، انت فين يا حبيبتي وبتتكلمي منين؟ خالد مات يا سوا، مات. مات؟ أيوه، تقتل في الصيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. انت عاملة إيه؟ انت كويسة؟ طمنيني عليك. أنا مش كويسة، مش كويسة، بس هبقى كويسة كمان شوية. دينا انت صوتك مش مريحني. ما انا هريح نفسي وهريح الناس كلها مني. دينا انت فين؟
ياسمين انا كنت عارفه انك بتحبي خالد، بس هو للاسف ما كانش حاسس بده. وصدقيني يا حبيبتي ده في الاول وفي الاخر كل شيء اسمه نصيب. انتي عارفه زهره كانت مشكلتي ايه في الدنيا دي؟ ان انا كنت عايزه اعيش عيشه بسيطه زي كل البنات، بس ما عرفتش. حاولت ابقى حراميه ونادله برضو ما عرفتش. عارفه ليه؟ لان صعب قوي واحد يبقى شريف ونادل في نفس الوقت. انتي بنت كويسه، ما تقوليش على نفسك كده. كويسه ايه بس؟ ده انا سرقت وعملت بلاوي، ده انا فيا العبر. انا ما عرفتش اعيش بشرف، عشان كده الحل اني على الاقل اقدر اموت بشرف. انتي اتجننتي دينا؟ انتي بتفكري في ايه؟ شوفي يا سهى، انا كتبت رساله و هتلاقيها مع زمايلنا لما يبقوا يلاقوني. طب ممكن اعرف انتي فين؟ واشمعنى انا اللي بتطلبيني وتقولي لي حاجه زي كده؟ ليه بتحمليني ذنبك؟ عشان انتي طول عمرك كنتي بتقولي لي انك زي امي، وانا بعد امي ما ماتت خلاص الدنيا ملهاش طعم ولا لازمه، ملهاش اي معنى يا سهى. دينا علشان خاطري اللي انتي بتقوليه ده جنان. انت عارفه عايزه تعملي ايه؟ انت عايزه تموتي كده. انا طول عمري باخد قراري بنفسي، حتى قرار موتي. عارفه يا سهى، انا نفسي اروح للناس اللي بحبهم. وجود خالد في حياتي هو اللي صبرني على موت امي، بس دلوقتي خلاص كل حاجة ملهاش طعم، ومفيش حاجة هتصبرني على فراقه. مفيش. الموت سكته ربها سكت نجاتها نجاتها يا روحها. انت يا عيدي عيدي من ألمها ومن أهدها أهدها إلى عمر بدون حبيب خلتني انتشي ليلي العمر الرهيب ساكن صوتها وسكتها تطفي وحشتيني يا ماما. سكتها ربها طفي سكت نجاتها. في ايه؟ ايه ده؟ اه في ايه يا جماعة؟ لا لا يا جماعة هي كويسة والله. قعدت لا بسم الله الرحمن الرحيم.
مساء الورود. ايه يا جدعان؟ ايه اللي بيحصل فينا ده؟ ايه اللي بيحصل فينا؟ البلد بايظه بره واحنا بايظين هنا. واحد مات والتانية جثه جوه، جثه واحد مننا، جثه فوق جثه. المصايف بتيجي مره واحده ليه كده يا رب؟ ليه؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. مسكينة دينا كانت أجدع واحدة فينا. الله يرحمك يا دينا، الله يرحمك. مش قادرة أنسى منظر الدم. ليه كده؟ ليه كده يا دينا؟ ليه؟ صدق الله العظيم. يا جدعان، يا جدعان، من شوية اتكلمنا كلنا عارفين ان اكرام الميت دفن ودينا جوه جثه. يا جدعان لازم نشوف هنعمل ايه. عندي ندفنها عند في المقبره. عندي انا لسه جايب مقبره جديده. وانت شريت مقبره ليه يا ماجد؟ كان قلبي حاسس ان في حد فينا هيقع. طب ودي امان دي يا ماجد؟ امان نقدر تدخل المرحومه بعد النص الليل من غير ما حد يحس؟ والغلبانه دي مش لازم نغسلها قبل ما ندفنها؟ سوري انا ما اعرفش نعمل كده. نعمل كده ازاي؟ انا اعرف. انتي غسلت اكتر من واحده عندنا في الحته. بس قومي معايا يا زينه. قومي يا سلام ساعتي. حاضر. إذن حنين وغساقا جذاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. حسن صبحينا دينا، صبحينا. إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت بثا. أنا أنا حسن وكنت أزواجا سنة. شركة شاكر علوان. حلو قوي قوي قوي. خليهم تحت عينيك وراقبهم كويس قوي. وإياك تعترضهم ولا تيجي جنبهم لحد ما أجيلك. لو اتحركوا خليك وراهم بهدوء. فهمني يا ابني؟ وأنا هتصرف وقوة أجيلك. العيال الموجودين قدام الشركة يا فندم. عيال مين؟ التشكيل العصابي بتاع 9 مللي يا فندم. 9 مللي يا شريف؟ 9 مللي ايه والبلد مولعه يا فندم؟
دي فرصة إن أنا أقبض عليهم بعد ما عرفت مكانهم. أيوة، أنت عايز إيه دلوقتي؟ محتاج قوة يا فندم عشان أقبض عليهم. أنت مش عارف يا شريف، نص زمايلك مجوش النهاردة وبقية القوات في الشارع. أيوة يا فندم، بس أنا موجود وعايز أشوف شغلي، وكل اللي أنا محتاجه قوة صغيرة يا فندم. أيوة يا فندم، تحت أمرك. شريف بيه، قبضنا على اتنين والتالت خلع منا. ماشي يا فندم، ماشي، هتقوم ورايا. السلام عليكم. سلام يا شريف باشا. ازيك؟ سلام بيه. الحمد لله يا باشا. عايزك تستلم العيال دول لحد ما نروح لهم على النيابه بكره ان شاء الله. مين دول؟ ده صوت 9 مللي؟ هم يا سيدي، بس لسه ناقصين 3. هنقررهم النهارده ان شاء الله ونعرف اماكن العيال التانيين. والله كتر خيرك يا باشا انك شغال في الظروف دي، انت عارف طبعا اللي بيحصل في الاقسام التانيه دلوقتي. ايوه يا اسلام، بس ده مش هيمنعنا ان احنا نشوف شغلنا. والله يا باشا ده في ظباط كتير قوي سابت موقعها وظباط اكتر استقالوا. ربنا يستر على البلد. ماشي يا باشا، نورت يا باشا. السلام عليكم. نورت يا باشا. خد يا ابني رنا دول دخلهم على الحبس. يلا. أهم يا لهوي، أنا خايفة عليك يا طلعت والنبي. ما تلاقيش يا زينة، هو ده الوقت المناسب. لو العيال ما خرجوش دلوقتي مش هيخرجوا طول عمرهم. خلي بالك من نفسك والنبي، خلي بالك غيرك. تعال كده، تعال كده، تعال كده، وسع وسع. أنا فاهم معاهم. ولا في عم ده هو برنامج غير غلابة زي انا. انا عارف اتصرف معاه. ولا في عم ده هو، انا عايز غلابة اللي جوه. بس انا خلينا نخش يا عم. وانت ماشي، انا عارف انها مش هتيجي بالسوق. ماشي بص الشارع. اتفضلوا حضراتكم روحوا على بيتكم لغايه ما تيجي تعليمات جديده. وسيادتك يا فندم، انا مش هسيب هنا لغايه الامور ما تهدى تماما. واحنا معاك يا فندم. لا ارجوكم نفذوا التعليمات وروحوا، وانا لما احتاج لكم هبقى اكلمكم. اتفضلوا. تمام يا فندم. يلا شوف بيه. تمام يا فندم، تحت امر سيادتك. هذه كانت مشكله محلها سريعا، ومن ثم عاد الاستقرار. لكن الان الرئيس مبارك يواجه موقفا غير مسبوق. فجاه المظاهرات تندلع في مدن مختلفه بمصر، تم فيها تحطيم مقر.
المفتاح اللي معايا. انت ناسي اني معايا مفتاح ولا ايه؟ الله مالك كده اتخضيتي كانك شفت عفريت. انا بس كنت فاكره اني مش هشوفك تاني. انت مظاهرات بقى ربنا يخليها لنا. خلت البلد من غير ولا امن ولا حكومه ولا بوليس. وسمعت كمان ان البلد هتفضل كده 6 شهور على حالها، يعني نعمل اللي احنا عايزينه. الله مش مشكله، خير. بقول لك ايه، تيجي جنبي بقى، تعالي وحشتيني. طب بص هدخل اجيب حاجه بس بسرعه كده جوه واجي لك على طول. طب بقول لك ايه، اديني معاكي فلوس عشان انا محتاج فلوس، انت عارفه ظروفي. منين يا ماجد اجيب لك منين؟ انا ما بشتغلش، منين؟ ما هو فاهمك، انا حالي بايظ اصلا. بعدين لحم كتافك يعني يبقى خيري، هو في جنبي، انا في محنه. ماجد هنا دخل بمفتاحه القديم جاي ياخد مني فلوس كعادته، المخدرات لحست نافوخه وشايل معاه مسدس وبيهددني. بسرعه تعالى هات لي صحابك وتعالى دلوقتي عشان نوديه المصحه النهارده، متاخرش عليا انا خايفه. بسرعه كده. كلمي هيثم. انا مش قلت لك ما كلموش تاني؟ حصل ولا ما حصلش؟ اصل انا اصل ايه؟ الست المحترمه الكويسه تسمع كلام جوزها؟ تسمع كلام مين؟ جوزها. حاضر حاضر. عارف انا بغير عليك؟ ها بغير عليك انا. الحمد لله. ازيك يا لؤي؟ كويس. حد عارف انك جاي على هنا؟ لا مفيش حد. قول لي يا حبيبي كنت فين المدة دي كلها؟ ده البوليس جه هنا وفتش الفيلا، شقة مصر الجديدة كمان. اصل انا واصحابي خدنا شقة مفروشة. مش هما دول برضو اصحابك المتهمين في قضايا سرقة؟ هم. ترى بقى سلموا نفسهم ولا لسه؟ وسلموا نفسهم ليه؟ عشان السرقات اللي انتوا عملتوها. مش لما يبقى في شرطه الاول؟ هيبقى فيه وهترجع. طب بقى لما يبقى فيه يبقى لينا كلام تاني. دلوقتي لا في شرطه ولا في سجون ولا في مساجين اصلا. خلاص خلاص خلاص، المهم ان هو كويس ووسطينا. تعالى يا ماما تعالى. محضرها لك انت. انت بتسمعي حد؟ انا لا. طب شوفي مين على الباب. يلا العربية صح. يلا
قدك يا زباله. مرحبا بك في عالم سمسم والساحره المستديره حيث ينساك كل البشر. الريحه دي، الريحه دي انها رائحتي وانا فريح بها. ستعيش في خندق كالحنتريش المحلق في قفص من قصب السكر. بيت زبون ياسمينة جابتك هنا زي بيت زبون. فنعيش انا وانت طول حياتنا مع بعض في الأوضة دي. بس ما تقلقش، بس هتجيب لنا زباين تاني مغفلين زي حالاتنا، ونبقى مجموعة مغفلين مع بعض ونقعد نغني يا حلوة يا بلحة يا مغفلة. عايز اخرج يا ولد الكلب، يا ولد الكلب افتحوني افتحوني يا ولد الكلب افتحوني. صرخ معايا زي ما انت عايز براحتك، انا اول ما جيت برضه حتى سدك وعيط لحد ما وصلت لها. بس حلو حوار اللجنه الشعبيه ده يا معلم، خلينا تعرفنا على بعضينا. والله يا معلم عندك حق يا شعلاه، اهم حاجه عايزين نفتح عينينا، البلد كلها حراميه وقلق واحنا رجاله المنطقه. افتح لي بقى السكه. افتح يا ابني السكه يا ابني. انت فاهم غلط يا شعلان، دي الحاجات دي انا كنت جايبها من عند واحد صاحبي عشان نبيعها. انت عارف الظروف دي ماشيه ازاي، انت عارف اليومين دول مش هلفتها مع الكل. صدقني يا ابني انا مش حرامي، صدقني. يبقى انت اللي سرقت فيلتنا. فيلتي يا ابني؟ انت مجنون؟ وسرقت فيلتكم بعد ما بعتوها، وكمان سرقت اللوحه من المتحف. بص قد ايه كمان ده افسره، وكمان دي حاجات انا كنت نازل ابيعها، دي حاجات بتاعتنا. لا انت حرامي، انت حرامي. صدقني يا شعلان انا مش حرامي، انا صاحبك يا جدع. انت عبيط ولا ايه؟ ما تصدقش الكلام دوت. اوعى تسلمني، ابوس ايدك عشان خاطري. حديك مشيني مشيني ربي. يلا يلا شعلان، خربني يا شعلان. لا يا حبيبي. بس يا كابتن هقول لك حاجه. لا يا حبيبي. طب استنى هقول لك حاجه، بس سيب ايدك، سيب ايدك بس افهمك حاجه. سيب ايدك يلا. اقف يلا، ما تسمعش كلامه يا شعلان. انا عمري ما هربك، عشان انا عمري ما كان ليا صاحب حرامي. هتسجل يا شعلان. يا شعلان ابوس ايدي يا مين. امشي قدامي بقول لك. هتحبس يالا، تتحبس ولا تغور في 60 داهيه. السلام عليكم. سلام عليكم. احنا لجنه شعبيه في مدينه الشيخ زايد، ومعانا واحد حرامي لقيناه بينط من فوق سور فيلا اصحابها مش موجودين فيها، وكمان متهم بسرقات تانية كتيره. لو بيدوروا عليه. لا والله يا باشا، والله يا باشا الكلام ده مش حقيقي، الحاجات دي على فكره بتاعتنا احنا. يعني انا اصلا واخدها من البيت عندنا، وانا كنت نازل علشان خاطر ابيعها، وده صاحبي، بس مش عارف مش فاهمني ليه. ده كذاب يا باشا، انا ماسكه في ايدي انا والشباب اللي معايا دي، هو بينط من فوق سور الفيلا. قلنا انت واحد بس يفضل معايا يقول لي على اللي حصل. القبض على احد افراد عصابه التسع ملي. جهاز الشرطه العسكريه القى القبض على احد افراد العصابه. المتهم يعترف ويقول بان اثنان من معاونيه قد قتلوا. فتحي اجهز برجاله القوه اللي عندك، عندنا مأموريه مهمه جدا. هو
ولا زكريا ولا عايز افهم هم السجن اللي احنا فيه ده ما فيهوش ممكن انا اهرب منها مخرج في ابو سيدة كل فين الريسبشن بيبقى فيه شباك مفتوح بيطلع الجنينه ومنه عالسور يعني عشان نروح له برضه لازم نخرج من ام الباب ده مش كده الباب ده ما بيفتحش غير 4 مرات وبس للاكل والكشف انا عايز افهم يعني انت كل المده دي يعني انا ما حاولتش تهرب اهرب شبراوي التمرجي ممكن ياكل دراعك او فرده من ودانك لو حاولت تهرب هو مين يا مش عارف شو كان لازم اجيب شنطته ولا عايز تهرب من هنا؟ ايوه طب ركز بقى ركز معايا خليك في ظهري ها مش على السكه اللي هنمشيها مش على السكه يا خلاص وانت حذفت انت وهو بقول لك ايه تاني بس عايز يا زفت في حاجه في السرير هنا يا الله يا الله دمعني شبراوي 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 يا ولد يا شبراوي روح عليك يا شبراوي شبراوي الاثنين نيجي مع بعض بعد بعض انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين نشكرك انك ساعدتينا نتعالج من الادمان يا حلوه اوعى تسيبني انت وهو هصوت عليك على كل الناس صوتي صوتي يا اختي ما واخدين على صوتك حقك وحقي كمان ان انا اخد حقي منك انت لازم تموت يا ياسمين يا اختي كريم والله هو اللي دخلك المصحة مجد هو اللي دخلك امسكها مش وعدتك اني هرجعلك تاني يا ياسمين هو اللي دخلك امسكي الحيط لا هو اللي دخلك المصحف كل حاجه سبتها زي ما هي اصيله اصيله انا بحبك انت عارف انت هشربك من نفس الكاس اللي شربته قلنا شمي يا سمينة بقت شمامة انت عاملة منها بس تفتكر بقت بيسة مدمنة يعني ولا اطلع خدها واحدة شلموها خلص مش محتاجة الضرب اللي ضربناه لها يساوي اللي عملته فينا 20 مرة كفاية كده عندك حق يا صاحبي صح طيب يلا استنى انا اسف اسف اللي عملته فيك انت لسه اخضر مش فاهم حاجه وقالوها زي ما تعمل هيتعمل فيك متزعلش سامحني عشت تروح انا فين انا رايح اجيب الدب من ديلو بس على الله يكله انا مش فاهم حاجه يا دجاجه خلي بالك على نفسك ها فوق فوق زي ما هم غلط احنا كمان غلط فوق 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 من نفسك ها
خدي بالك على نفسك. اثبت مكانك يلا، اثبت مكانك. انا جاي. سكو. جاي جاي. لؤي ازيك يا لؤي؟ يلا عامل ايه؟ استنى بس يا اخويا، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ هكلم معاه بس كلمتين. امسك. انت اللي جابك هنا؟ لما عرفت انك اتمسكت قلت اجي اطمن عليك. عامل ايه؟ سرقينا سوسو. انا سرقك؟ هو انا لو كنت قصدي سرقك كنت هتشوف وشي تاني؟ انا خفت على الفلوس منك قلت اشيلهم لك ومسيرك ان شاء الله تطلع هتلاقيهم في الحفظ والصون. اطلع مش باين لها القضيه لابساني لابساني. قول يا رب. لؤي انا غيرت من حياتي كلها عشانك. حاولت اعيشها من غيرك ما قدرتش، حاولت اعيشها مع حد تاني برضو ما قدرتش. انا ما حبيتش راجل غيرك، عارف ليه؟ عشان حنيتك عليا. وانا كمان بحبك يا سوسو. يعني هتكتب عليا رسمي انت تاني؟ هيحصل هيحصل يا سوسو. يلا بيه بس ادعيلي انت. يلا يا عم هتخرج هتخرج ان شاء الله. هستناك هستناك يا لؤي هستناك. سيد الرئيس، حضرات المستشارين الاجلاء، يتشرف الماثل امامكم بالدفاع عن هؤلاء المتهمين والتمس الحكم ببراءتهم. نعم، وإسقاط التهم المنسوبة إليه. سيد الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، قبل أن نغوص في أعماق القضية علينا أن نسأل أنفسنا سؤالاً هاماً. نعم يا سيدي، من المذنب ومن الضحية؟ هل هؤلاء الشباب هم المذنبون أم هي قوة أكبر منهم؟ علينا يا سيدي أن نسأل أنفسنا عن الدوافع التي دفعت بهؤلاء الشباب لارتكاب مثل هذه الخطيئة. إنهم يا سيدي جزء من هذا المجتمع، إنهم يا سيدي من نسيج المجتمع. نعم هم أخطأوا أخطأوا، ولكن من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. إنهم أبناؤنا وأصدقاء أبنائنا، ولكنهم أخطأوا وضلوا الطريق، وذلك لأنهم لم يجدوا من يرشدهم إلى الطريق الصحيح فأخطأوا يا سيدي. نعم أخطأوا. سيدي الرئيس، هؤلاء الشباب هم ضحية مجتمع عانى سنين الكبت. نعم سنين الكبت، إن هؤلاء الشباب ضحية مجتمع انقلبت فيه الأوضاع رأسا على عقب فأصبح عليها سافلها وسافلها عليها. هم ضحية مجتمع تزوجت منه السلطة برأس المال. فأين هؤلاء الشباب يا سيدي من اللصوص الحقيقيين؟ سيدي الرئيس، هؤلاء الشباب أخطأوا أخطأوا يا سيدي لأنهم اختاروا الحل السهل. تصوروا أن بهذا الحل يمكنهم أن يحصلوا على أسباب المعيشة، لكن هناك المئات بل الآلاف يا سيدي من اللصوص الذين هاجموا المصانع والمحلات، استحلوا لأنفسهم ما نهبوه متصورين أنه حق مكتسب. سيدي الرئيس، إن المتهم الحقيقي في هذه القضية هو من قام بسلب ونهب أموال هذا الشعب. علينا يا سيدي أن نحاسب اللصوص الحقيقيين، يجب أن يدخلوا السجن. الشعب يا سيدي يريد محاسبة اللصوص الحقيقيين. الشعب يا سيدي يريد العدالة الاجتماعية. وبعد كل هذا نلتمس الدفاع براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم. وشكراً.